تفسير رؤية عبور الطريق في المنام. رؤية عبور الطريق في المنام تعتبر من الرؤى التي تحير الناس وتجعلهم يبحثون عن مغزى الحلم وتفسيره. وسوف نقدم إليكم من خلال هذا الفيديو تفسير رؤية عبور الطريق في المنام لكبار المفسرين ابن سيرين وابن كثير وغيرهم من علماء تفسير الأحلام، وذلك اعتمادا إلى حالة الرائي سواء كان رجل أو عزباء أو متزوجة. تابعونا. تفسير رؤية عبور الطريق في المنام للنابلسي. فسر النابلسي عبور الطريق في المنام بأنه يدل على اجتهاد الرائي في عمله من أجل الرزق الحلال له ولأسرته. عبور الطريق بالخلف في المنام يشير إلى تراجع الرائي عن أمر كان يرغب حدوثه منذ فترة طويلة. رؤية الحالم أنه يعبر الطريق وهو مسرور في المنام تشير إلى أن الرائي شخص صالح يفعل الكثير من الأفعال الصالحة في حياته. تفسير رؤية عبور طريق مظلم ومزدحم بالسيارات في المنام. عبور طريق مظلم ومزدحم بالسيارات في منام المتزوجة يشير إلى كثرة الخلافات والمشاكل بينها وبين زوجها في هذه الفترة. رؤية العزباء العبور في طريق مظلم ومزدحم في المنام تشير إلى كثرة أفعالها الخاطئة واتباعها طريق الشهوات. عبور طريق طويل ومزدحم في منام الرجل يشير إلى أنه بعيد عن ربه ويرتكب الكثير من الذنوب والمعاصي في حياته. رؤية عبور طريق مضيء في منام المرأة تشير إلى أن الفترة القادمة من حياتها ستكون مليئة بالخير والسعادة والهناء. تفسير رؤية عبور طريق لوحدك في المنام. رؤية الحالم أنه يعبر طريق لوحده في المنام تشير إلى أنه شخص يعيش حياته بحرية مطلقة بعيد عن الجميع. عبور الطريق لوحدك في المنام يشير إلى أن الرائي يفتح صفحة جديدة في حياته دون إخبار الأشخاص المقربين منه. تفسير رؤية عبور طريق طويل في المنام. رؤية العزباء عبور طريق طويل في المنام تشير إلى أنها فتاة صبورة وسوف تنتظر زواجها فترة طويلة من الزمن والله أعلم. عبور طريق طويل في منام المتزوجة يشير إلى أمر تريد حصوله بشدة وتسعى إليه سيتحقق بعد عدة سنوات والله أعلم. الطريق الطويل في المنام قد يشير إلى سنة كاملة سيقضيها الرائي في تحقيق هدفه والله أعلم. تفسير رؤية عبور طريق مع شخص في المنام. عبور الطريق مع شخص في منام الرجل يشير إلى أن الله سوف ينعم عليه بكثير من الرزق والخير والسعادة في حياته. رؤية العزباء عبور الطريق مع شخص وكانت سعيدة في المنام تشير إلى أنها تعيش فترة مليئة بالراحة النفسية والعاطفية. تفسير رؤية عبور طريق في المنام للرجل. عبور الطريق الطويل في منام الرجل يشير إلى مدى صحته الجيدة ورزقه بالعمر المديد والله أعلم. رؤية الرجل عبور طريق مليء بالزرع والنباتات في المنام تشير إلى أن حياته في الفترة القادمة ستكون مليئة بالراحة والهدوء. عبور طريق مليء بالحجارة في منام الرجل يشير إلى كثرة العقبات والصعوبات في حياة الرائي.